أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من مادة مبادئ النظم المحاسبية. الأهداف التعليمية: 1- التعرف على أنواع النظم الآلية. 2- التعرف على الخصائص الأولية لنظام المعلومات. 3- التعرف على طرق فحص صلاحية البيانات. أنواع النظم الآلية: تتعدد النظم الآلية الموجودة داخل كل شركة، ومنها 1- نظم تشغيل البيانات، وتتصف بأنها تعتمد على الحاسب الإلكتروني في تشغيل البيانات، وتصمم لتشغيل حجم ضخم من البيانات المتصلة بالنظم الروتينية للعمليات، ومنها نظم الأجور. 2- نظم ميكنة المكتب، وتعنى القيام بأداء جميع الأعمال المكتبية باستخدام الحاسب الإلكتروني. ومن البرامج المستخدمة في هذه النظم برامج تنسيق المكالمات، برامج الجداول الإلكترونية، برامج جدولة الأوقات الإلكترونية. 3- نظم المعلومات المحاسبية والإدارية، وهي تقوم على تفاعل كل من الأفراد والبرمجيات والمكونات المادية للحاسب لتكوين نظام لا يقتصر فقط على مجرد تشغيل بيانات العمليات، ولكن أيضا يساعد بفاعلية في تحليل واتخاذ القرارات. 4- نظم دعم القرارات، تعتبر إحدى النظم المتقدمة لنظم المعلومات الآلية، وتتفوق على نظم المعلومات الإدارية السابقة لها في أنها تركز على دعم اتخاذ القرار نظرا لقدرتها على تحليل بدائل القرار. 5- نظم الخبرة والذكاء الاصطناعي، وهي النظم التي تجعل الحاسب قادر على التصرف بذكاء، وتعتمد على استخدام اللغات الطبيعية كالإنجليزية والعربية لسهولة التعامل مع الحاسب الآلي، كما تعتمد على أن يكون الحاسب قادرا على التعامل مع مشكلة معينة والوصول لنتيجة منطقية لحلها، وتعتمد على توافر المكونات التالية: قاعدة المعرفة، محرك لواجهة التطبيق، لغة مثل لغة التخصص الهيكلي واجهة المستخدم. الخصائص الأولية لنظام المعلومات: يجب أن يتوفر في نظام المعلومات مجموعة من الخصائص الأولية، ومنها 1- توافق النظام مع البيئة المحيطة به. 2- تسلسل مستويات النظم والنظم الفرعية. 3- خطوط الاتصال بين الأنظمة الفرعية. 4- التغذية المرتدة بين المخرجات والمدخلات. 5- مراعاة العلاقة بين قيمة المعلومة وتكلفة الحصول عليها حتى تكون المعلومة مجدية. 6- التوقيت الملائم لإمداد الإدارة بالمعلومات لاتخاذ القرار الملائم. 7- التوجيه السليم للمعلومات ومدى كفايتها. 8- التناسب بين قدرة النظام وحجم عملياته. طرق فحص صلاحية البيانات: تتعدد الطرق التي يمكن بها فحص صلاحية البيانات والتي تعد مدخلات للنظام المحاسبي، ومنها 1- ازدواجية الإدخال، وتعتمد على إدخال البيان أكثر من مرة للتأكد من صحة البيان بالمقارنة بين القيمتين، فإذا كانتا متساويتين فإن البيان يقبل، أما إذا اختلفتا فإن البيان يرفض. 2- رقابة الأرقام المسلسلة، وتعتمد على إعطاء أرقام مسلسلة لتسجيل البيانات، وهي تساعد على التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة دون نقص، والتأكد من عدم إدخال بيان معين أكثر من مرة. 3- اختبار المجاميع الرقابية، وتعتمد على المقارنة بين مجموع أرقام معينة تم إدخالها إلى الحاسب ومجموع أرقام أخرى أو رقم إجمالي، مثلا مقارنة جمع الجانب المدين بجمع الجانب الدائن بقيود اليومية العامة للتأكد من تسجيل جميع القيود وعدم نسيان أي من أطرافها. 4- اختبار التطابق، وتعتمد على اختيار كود للعملية، فمثلا عند إدخال رقم العميل وليكن 1001، فإن الحاسب سيقوم بالبحث في ملف العملاء عن هذا الرقم،
فإذا وجدوا يقوم بتكملة تنفيذ البرنامج، وإذا لم يجدوا يرفض التنفيذ. 5. اختبار الحدود، وتعتمد على وضع حد أعلى وحد أدنى لقيم البيانات التي يمكن إدخالها في الحقول الرقمية، أي إنها ترتبط بالحقول التي يمكن إدخال أرقام فيها فقط. فمثلا لو كان أقصى قيمة للمبيعات 9000 جنيه وأدنى قيمة لها 800 جنيه بناء على الخبرة السابقة، فعند إدخال قيمة مبيعات أقل من 800 جنيه أو أكثر من 9000 جنيه فإن الحاسب سيقوم بإعطاء رسالة تحذير لتعديل البيان إذا كان خطأ. 6. اختبار القيم المحددة أو الثابتة، وتعتمد على الحقول الرقمية التي ترتبط برقم معين أو مضاعفاته، فإذا كانت الوحدة في أحد الشركات تباع بالدستة 12 وحدة، فإن كمية المبيعات في كل مرة ستكون 12 وحدة أو مضاعفاتها، وبالتالي فعند الإدخال يتم قسمة الكمية على 12، فإذا كان الناتج رقم صحيح بدون باقي يقبل البيان، أما إذا كان غير ذلك فيعطي رسالة تحذير لإمكان تعديل البيان. 7. اختبار المجموعات الفرعية، وتعتمد على وجود رمز خاص بكل مجموعة من البيانات والأرقام المسلسلة داخل كل مجموعة، وتتم المقارنة بين رمز المجموعة والأرقام المسلسلة داخلها للتأكد من عدم وجود خطأ في الإدخال. فمثلا إذا كانت المجموعة الأولى تعطى رمز A من A1 وحتى A100، والمجموعة الثانية تعطى رمز B من B101 وحتى B250، فإذا تم إدخال رقم العميل B50 سيرفضه الحاسب، لأن B تبدأ من B101 وحتى B250، وبالتالي لا يوجد رقم للعميل B50، وبالتالي يرفضه الحاسب. شكرا لحسن استماعكم، انتهت المحاضرة الثانية والأخيرة من مادة مبادئ النظم المحاسبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.